لا تخافي بابا حيمشي، لا تخافي لا تخافي لا تخافي. هسه أغنية قوية في بغداد. يا لطيف يا لطيف. الله أكبر، طريقة الريحانية انطلق يا شباب. باه 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 نطبق الإضاءة. كي
كيف الجو عندكم في تركيا؟ الجو بارد وثلوج مثل العادة. وين عايش في تركيا؟ وين عايش في تركيا؟ ماما؟ ماما؟ جماعة شفت حاجة يعني تتحرك، دار مسكونة، ممكن المنزل اللي فيه مسكون. طاف أسوي قرآن إنه أكيد. ماما شفت الشيء الله أكبر شو صار؟ هزة لا والله هزة. Oh my God. Earthquake. Can you hear me, guys? وليد. لا مو طلع لبرا. لا وقف حد شي زاوية أو هيك تحت شيء. وليد. إيه. هاد رجوع. الله أكبر. عم دخلت. دار كمان. صار في شي هز. بعد عم تهز خي ولا أنا بعدنا عم هز مش عم أفهم. هز أرضية يا جماعة هز. بعد عم تهز؟ زلزال إيه زلزال. دخلت. لا يا زلمة. الماما أنا وديخ ما بعرف شو. والعالم عندي هز دخلت بعد ما الدنيا فيي. أنت هيك ما صار معك؟ على فكرة كتير قوية كانت إيه كتير قوية. ما أنا كمان بعد عم نهز يا جماعة لهلا. وبهر شو صار هو محمد ريحان هاي على فكرة وصلت لعندكم قبل عنا. معك خبر وصلت لعندكم قبل عنا؟ لك أنا ضغط هدوين نشاك صار مرام راسي. الله أكبر شو صار لك إيه أنا طلع فكرت حالي عم دوخ عن جد أول مرة بحياتي بتصير.